النهارده وفكره ان نشوف شوارعنا نظيفه وكل التجمهر الفني ده، فاعتقد الموضوع كبير فعلا. بص، احنا في اكاديميه الفنون وهذه هي لغتنا ان احنا نقدم له اغنيه كويسه، نناشد الجيران ونناشد الاهالي ان احنا نحافظ على بلدنا ونحافظ على شارعنا وعلى اكاديميتنا بلغتنا من خلال اغنيه بيأديها طلاب وكورال اطفال كونسرفاتوار قيادة الدكتور الحناوي، وهي ألحان وكلمات دكتور مصطفى سليم. وزي ما انت شايف كل الشباب والنجوم وكل الناس جايه، الاساتذه والعمداء والطلاب يشاركوا في هذه المبادره، لانها لو نجحت ان شاء الله هتبقى دي لغه نقدر نعممها في كل انحاء الجمهوريه. هتتطبق ازاي على ارض الواقع؟ والله بس تنجح دي وبعدين نتفق بقى مع كل المحافظات والاحياء ان احنا ننتقل وكل الفرق الفنيه تقدم هذه المبادره. يعني حجم استجابه الفنانين شايفه ازاي؟ كلهم تمام، كله جه وكله 100 100. الحمد لله، شكرا. عايز بس اعرف حضرتك النشاطات اللي بتجهزها كمان في الاكاديميه الفتره اللي جايه وعلى مستوى النقابه كمان. احنا ان شاء الله في انتظار باذن الله افتتاح معهد السينما الجديد والمسرح الروماني الجديد وتدشين المستشفى الاكاديميه واسكان الطلاب باذن الله. حلو جدا، شكرا. في بتجهز بقى جديد انت ايه الفتره الجايه؟ لا ما فيش حاجه لسه، ان شاء الله خير. طارد دسوقي شريف دسوقي، شريف دسوقي زي الفل زي الفل، وكان عازمني على سمكه اول امبارح و100 100 100 100. شكرا شكرا. لا عبد العزيز كمان، لا الاسره هم اللي بيقولوا اكيد. شكرا.